الامتحان سواء بطنك او جراحه مش هتسال شيء يعني. طبعا تقول جراحه وبتاع اسمع الكلام. طيب السيرولايتس دي هي شوف دي انفلاميشن في السيرويد طبعا حاجه واضحه قوي انفلاميشن في السيرويد. طيب الانفلاميشن ده هيبقى لازم هيعمل سيمبتومز الانفلاميشن في الثايرويد جلاند ممكن يعمل سيمبتوم. يعني مثلا ايه رايك لو الثايرويد دي كده التهاب يعني مثلا فرضنا انت مش مذاكر والله انا اسمع يعني برضه ايه بصوا يا جماعه احنا عايزين نبقى كده عايزين نبقى كده والله يا اخي انا مثلا انا ما قريتش الموضوع بس ممكن اقول فيه ونسب كده لكن ما قريتش خلاص لا نسيت ما تقلف يا اخي شويه يعني مثلا في الثايرويدز دي لو الثايرويد لو التهاب بتهيألي مثلا ممكن الثايرويد دي ايه مثلا سام تايمز يعني ممكن تكبر شويه مش ده انفلاميشن ممكن تبقى ايه تندر واقفين ممكن العيان يحصل له باسيف ليكج الثايرويدز لا الفوليكلز عماله تلتهب مش كده وعماله تطلع ايه ثايروكس تلاقي المريض يحصل له ايه؟ زي ثايرو توكسيكوزيس بس دي مش هايبر مش هايبر ثايروديزم ايه رايك؟ طب ايه رايك يعني لو العيان اللي هو الثايرودايتس ده هو لقينا عنده ثايرو توكسيكوزيس هل انا هديله انتي ثايرويد درانكس؟ هديها له ليه؟ ازاي؟ الحاجات دي تبقى في الام سي كيو تلاقي الواحد يبقى متلخبط لا دي ثايرودايتس هو عنده ثايرودايتس وعنده ثايروتوكسيكوزيس بس ات از نوت اي هايبر فانكشن مش كده ولا ايه؟ طيب يعني طالما ان هي باسيف ليكج من الثايرويد فوليكل يبقى ايه رايك في الثايرويد سكان؟ هل هيبقى فيه هاي ابتيك ولا فيه لو ابتيك؟ العقل كده طب ايه رايك يعني انا برضو لما الاقي في حاجه انفلاماتوري لما الاقي في حاجه انفلاماتوري طبيعي ان انا الاقي الاي اس ار عالي مش كده طبيعي ان انا ممكن الاقي سام تايمز شويه ليكوسايتوز مش كده السايروبايتس عيبها الوحيد واشهر واحده اللي احنا كلنا بنطلع فاكرينها هاشيموتو اللي هي بتؤدي في النهايه الى ايه؟ الى هايبو سيروليزم ما تيجي تبص انت في اسباب الهايبو سيروليزم هتلاقي مكتوب لك ايه؟ هاشيموتو فهمت الفكره؟ ده الكونسبت بتاع الموضوع بس خلاص ممكن اقعد اقول شويه حاجات بس كده والله نمره واحد فايرال الاولانيه ده انا فهمت الفكره خلاص الباقي كله هيسرع عليه بس انا عارف ايه ان في نوع فايرال ما هو الميديسن لو ما فيهوش تشغيل دماغ ما ينفعش يعني لازم تبقى واد ايه بتعرف تصرف مش ليه محفظ لا بلاش عايزين نبطل ده بقى يبقى نمبر 1 فايرال سايروبايتس اللي اسمها دوكربان سايروبايتس دي بتبقى عباره عن تلاقي واحد كده دكتور سخن بص واحد جاله سخونين وبعدين زي ما تقول الثايرويد كده ايه هنا فيه الم لو الثايرويد كبرت وانت جيت تحط ايدك هنا كده هو مش هقول لك اي لا لا ما تقولش اي لا ما ينفعش اقول كده يعني وانت بتفحص كده تلاقي المريض ايه وانت عملت حاسس كده تلاقيه عمال يعمل ايه في ديسكمفورت هنا في حاجه كده وبعدين تلاقيه سخن شويه وبعدين يبدا بقى الثايروكسين يعمل ايه؟ ليكج
فتلاقي المريض عنده ايه؟ بالبيتيشن سومنيا، ويفضل على كده كام اسبوع ويخف. حاجه بسيطه جدا، ادي عندي حاله من حالات السيروايدز اللي انت موجود بيها. الفيرال دي يعني يمكن تبقى بنت حلال شويه. في واحده بقى اسمها ليمفوسيتك. الليمفوسيتك دي سيروايدز دي بتبقى الى حد ما اوتوفيل، الى حد ما، وفي الغالب في الغالب ستؤدي في النهاية إلى هايبوثايرويدزم. أنت عارف القصة بتاعتي. على فكرة طبعاً الفيرال دي بتبقى أكيوت، الليمفوسيتك بتبقى صاب أكيوت، كلاهما ممكن يعمل بين، ممكن يعمل بين، ممكن الثايرويد تكبر شوية، يعني تشعر إن في انفلاماتوري مانيفستيشنز. بس الليمفوسيتك ده بيقلب بعد كده الى هايبو. طب انا عايز بقى ايه؟ لازم ابقى عارف واحده كويس قوي هاشيموتو بقى، مش معقول طبعا دي اوتو اميون 100%، والهاشيموتو هي الكومنس تايب اوف ايه؟ اوف سايروبايتس، ومشهوره ان هي بتنتهي بهايبوثايرويدز. خلي بال حضرتك نقطة هامة للغاية، إن طبعاً كلنا عارفين إن الهاشيموتو بتعمل هايبوثايرويديزم، بس لازم نبقى عارفين إن أثناء ما المرض بيبقى أكتف ممكن يحصل برضه باسيف ليكج في البداية للثايروكسين وتعمل ثايروتوكسيكوزيس. وقالوا اسم كده، اسم تحس عبيط كده، يقول لك هاشي توكسيكوزيس. يعني ايه هاشي توكسيكوزيس؟ يعني برضو ممكن يبقى فيه شوية سايرو توكسيكوزيس بسيطة جدا جدا في البداية. طبعا دي تبقى يعني كبداية فقط. في كتير قوي على فكرة، يعني تلاقي دلوقتي احنا عمالين نشوف طلبة الجامعة وفي ميز، وتلاقي الشباب كده صغيرين عشرينات وحاجات زي كده، وتلاقي البنت كده يعني شوية نبدأ نلاحظ عليها شوية ايه كده، ان في جويتر. جويتر يعني ايه؟ جويتر يعني الثايرويد كبيرة شوية. يعني انت ازاي كده؟ طب الجويتر ده ايه بقى؟ يعني معلش، ما انت ما اجي اقول لك جويتر، هو جويتر ده ايه؟ هو ده جريفز ولا مثلا، ولا ده توكسيك نودولار جويتر، هو نودولار جويتر، ولا ده سيمبل حاجة فيسيولوجيكال، ولا انت عندك سايروبايتس، ولا ده مالجنسي، ولا ده ايه يعني؟ فبص تلاقي كتير قوي بنشوف ان هما داخلين في جريفز، وكتير قوي تلاقي سايروبايتس كتير قوي. يعني الهاشيموتو خلي بالكم يا اولاد كاوتو اميون ديزيز ممكن الاقي معاها اذر اوتو اميون ديس اوردرز اخرى. يعني مثلا انت هتشوف هيقابلك ناس اوتو اميون سايروبايتس مثلا مع دايابيتس تايب 1 مثلا. دايابيتس تايب 1 ده ايه؟ دايابيتس تايب 1 ده ايه؟ ده اوتو اميون. طب ايه رايك في الحاله دي في الامتحان؟ يعني حاله دايابيتس تايب 1 ومعاها سايرويد انلارج، اكتب دي على الشمال بروبلم. على فكره في بروبلم موجوده اعتقد في البروبلم دي موجوده عندكم في الكتاب. مفيش حاجه اسمها طبعا بروبلم عندكم في الكتاب، انا بس بقول لك كده عشان ايه؟ عشان انت ايه؟ تبقى عارف ان دي حاجه عندك. لكن احنا البروبلم دي بقى ما بتجيش عندنا، لان عندنا في العباسيه الحاجات دي ممنوعه، فاهم ازاي؟ لكن هنا بتبقى يعني المفروض يعني تتاخد، يعني عاوز اقول في ايه؟ في مناطق هنا هاشيموتو هنا ما تنفعش. اسكندرية برضه يقول لك لا، طب الزقازيق ممكن، فاهم الفكرة؟ على أساس كل اريا ليها الميديسن بتاعها الخاص يعني. الفكرة المهم، فاكتب كيس اوف دايابيتس تايب 1، هي الحالة اكتب هي ويل نون كيس من دايابيتس تايب 1. يعني واحدة جاية لك ولا ولد صغير في السن وابوه جايبه، ده دكتور عنده السكر وبياخد انسولين،
يعني تايب 1 دايابيتس. كلمه دايت تايب 1 دايابيتس كده بين قوسين ما تنساش المعلومه السيمبل دي، اوتوميون. خلي بالك، فانت لابد هنا انك انت تفكر ان ممكن يبقى في حاجه ثانيه معاه اظهر اوتوميون. فهو بقى ايه؟ هو ديفلوب دي ايه بقى؟ الولد ديفلوب بالبيتيشن، يبقى عنده ايه؟ في بالبيتيشن، في عنده تريمونز ونقط. وبعدين يا سيدي يعني مش لازم بقى نفصل الباقي، اوكي؟ الولد ده ممكن مثلا عنده شويه انسومنيا. الولد يا دكتور انا مش عارف ماله يا دكتور، وتلاقي عيني جاي ابوه ناس غلابه وجايبه في المستشفى. شوف انت هتفكر في لازم هنا ثايرويد، فكر في الثايرويد. لان الدايبيتس اوتو اميون، ومعظم الثايرويد ديزيز اوتو اميون. انا اذكر فعلا كان في يوم ولاد بيمتحن ايه حاله الدايبيتس، هما مدخلين الولد حاله الدايبيتس دي في الامتحان، في لونج كيس دايبيتس ولا لا ولا مفيش؟ اوعى ما كنتش عندكم الحكايه دي. لا احنا مش عندنا الكلام ده، مش عندنا. واخد بالك؟ فالمهم دايابيتس تايب 1 داخل في الامتحان. فالعيان بقى، فالدكتور بيسال الواد، فبيقول له يعني بداية كان في ميل، هي في ميل شابه كده. فبيقول لك البنت دي عندها، هي بتشتكي من تريمورز وبتشتكي من بالبيتيشن، يعني تفتكر واي؟ فالواد طبعا قاعد يقول له بقى مش عارف انا اكزايتي، قاعد يقول له اي بتاع كده. فالمهم ايه؟ قال له طب انت فحصت الحاله دي؟ هو عايز يقرب له، عايز يقرب له. هل شفت النك هنا في الحاله؟ انت بتدور في النك على ايه؟ النك اهم حاجه فيها في الدنيا الليمفومونز والثايرويد والبلسيشن. صدقني ما فيش حاجه في النك تاني. ما يقول لك نك هيبقى فيها ايه النك؟ فالمهم ايه؟ بدا يسندوا ان في ثايرويد سويلنج فعلا، تحس كده الحته دي كبيره شويه. فاهم انت ازاي كده؟ فهو قال له انت مش ده ايه ده؟ ده ثايرويد فعلا، ابلعي عليك يا ستي، البتاع بيطلع وبينزل مع البلد. فالواد قال له كده بالبيت، فاللي هو بيبلبيت البيت زي ما تقول ايه؟ يعني كش منه كده شويه، يعني متضايقه من البلبيشن. دي علامه من علامات الانفلاماتوري، ما هو جريفز مش تقدر. دي ثايرودايتس. فطبعا هو راح ساله، قال له ده ايه؟ ثايرودايتس مش عارف ايه. طب ايه التحليل ابو خمسه ساخ اللي نقدر كده نعمله دلوقتي عشان نعرف ان دي حاجه انفلاماتوري؟ هي الصغار. واخد بالك ازاي؟ البنت بقى بتشتكي من ايه بقى؟ ويت لوس. فراح ساله قال له إيه؟ تفتكر بقى الويت لوس ده سببه ايه بقى؟ الثايرويد ولا الديابيتس ولا الاثنين ولا ايه؟ طبعا ديفنتلي الثايرويدز مهما كانت هتبقى حاجه، لو جت عامله ثايروتوكسيكوزيس تبقى حاجه معينه، تبقى ترانزيوم مش هي تعمل ويت لوس. ديفنتلي دايابيتس تايب 1 هو مش كنترول. فاهم انت الفكره ازاي؟ عشان كده حتى يقول لك ايه؟ الله، طب إيه الواد ده عنده دايابيتس تايب 1 وكنترول بس في ويت لوس، يا ترى في ايه؟ سيرش فور اذر ديزيزز. شوف يا جماعه، هو مش دايابيتس تايب 1 بس، بعد احنا دايابيتس ده اندوكراين، هل في اذر اندوكراين ديزيزز اوتو اميون ممكن تعمل ويت لوس؟ يس، ثايرويد. انت نسيت ده كلام مهم. فهو ده الفكر بتاع موضوع الثايرويد، عشان تبقى انت بس في دماغك تقدر تقول حاجه. طب في بقى طبعا الهاشيموتو 100% داخله في ايه؟ طيب الهاشيموتو والليمفوسيتك على فكره هم اوتو اميون، اوتو اميون. هتلاقي في تو انتي بودي اسمهم انتي مايكروزوما انتي بودي والانتي ثايروجلوبولين انتي بودي. الاثنين دول هيبقوا بوزيتيف في النوعين اللي هما الليمفوسيتك و الهاشيمون. في نوع تاني بقى من الثايرودايتس بيسموه ايه بقى يا دكتور؟ اللي هو رايدل ثايرودايتس. دي بتبقى الثايرويد بودي زي يعني زي الخشب كده، يعني فيري
فيرم او هارد وبتبقى سويلنج جامد ومشهوره بكلمه واحده بريشر مانيفيستيشنز. بس بتيجي تعمل بقى انفستيجيشن، لو جينا عملنا تي 3 وتي 4 وتي اس اتش والكلام ده، ممكن الاقي التي 3 والتي 4 عليه والتي اس اتش. طبعا خلي بالك اوعى تنسى، انت تعرف ان التي 3 والتي 4 العاليين دول سيجنيفيكانت، ان تي اس اتش سبريسد. خلي بالك حاجه ثانيه كمان، انا ايه البيهيفير بتاعي لما انا الاقي واحد عنده هاي تي 3 او تي 4؟ انا لازم اعمل ثايرويد سكان. لو عملنا ثايرويد سكان اللي هو بدي يود مشاع راديو اكتف ايودين، هلاقي راديو اكتف ايودين ابتيك هيبقى لو، ده اشاره ان ده مش هايبر فانكشن في الثايرويد، ده جاست ليكج. ممكن اعمل طبعا كمان اللي هو في الانفستيجيشن الاي اس ار والتوتال ليكوسيتيك كاونت، احيانا يعني ممكن يبقوا عاليين، مش كده برضه ازاي؟ وممكن نعمل الثايرويد انتي بوديز الشهيره اللي هو مكتوبين فوق اللي هو انتي مايكروزوما، اكتبهم برضه تاني هنا في الانفستيجيشن، انتي مايكروزوما انتي بودي انتي سايرويد دومينانت. هما بقى ايه؟ بيعملوا ايه بقى في الام سي كيو؟ يروح جايب لك لفظ انتي مايكروزوما انتي بودي. انت بعد شويه كده، بعد كام شهر كده، لما اجي اقول لك انتي مايكروزوما انتي بودي هتقول هو ده كان فين؟ لكن لو قلت لك انتي سايروجلوبلين انتي بودي معروف مكانه، لكن انتي مايكروزوما انتي بودي ده بوزيتيف فيه ويحط امراض. اوعى تنسى الهاشيموتو سايروتايتس ارتيكولر، هو ده اللي ايه اللي بيبقى فعلا مهم. في بقى يعني كمان مش مهم بقى اللي هو الكومبليكيشن، الكومبليكيشن احنا قلناها، يعني اهم حاجه بيحصل سيروتوكسيكوزيز في الاول، اهم حاجه الهايبوثايرويديزم وشويه بريشر مانيفستيشنز. الحمد لله ما فيش حاجه فيهم بتقلب الى سرطان ولا حاجه. لو جينا شفنا العلاج هتلاحظ ايه؟ ان الفيرال ممكن ادي شويه اسبرين، يعني عندي فيرال سيروتوكسيكوزيز ممكن اخد اسبرين عشان انا عندي شويه فيفر ومليز وحاجه عندي انفلاماتوري عشان الالم اللي موجود في رقبتي وحاجات زي كده، لكن مش هدي انا مش معقول هدي انتي ثايرويد. يو كان ريليف السيمبتومز جاست بالبيتا بلوكرز اندرال، والله انت عندك شويه بتاع كده هتقعد لك اسبوعين ثلاثه خد اندرال، عايز تضيف شويه سيداتيفز عشان تنام يلا وخد اسبرين ومع السلامه خلاص خلصت على طول. الكلام ده يركب على الفيروس. الليمفوسيتيك والهاشيموتو هيقلبوا في النهايه الى هايبو، وفي الغالب الهاشيموتو هايبو، فانت لازم تتكلم ان انا لازم ادي هنا في الاخر ثايروكسين ريبليسمنت. فالرايدل دي ساعات تحتاج ثايرويدكتومي، لان بتبقى الثايرويد بتبقى فايبرس تيشو هارد قوي، فلازم تشيل لازم تشيل. انا في مره في سنه يعني زمان عندنا في سؤال جراحه سايرولايتس، فرحت في العيال عشان بيقولوا لي ايه؟ اصل مش مهم يا دكتور في الجراحه يا راجل. لما جاب بقى قلت له شوف مش مهم ماشي يا عم، ما هو نظام اصل بيبقى غلاسه، ده بيبقى واحد ايه؟ واحد غتت. واحنا عندنا في الجراحه بقى ايه؟ بيمسكوا العيال بيظبطوهم بتوع الجراحه دول. البطن عندنا طيبين كويسين يعني، بس هو السنه دي طبعا حصل مشكله، ده بص ده رفع نظام رفع كده في محطه البنزين يعني. وانتوا شوف العيال ايه؟ عندكم نظري فان شامس؟ مين؟ عندكم امتحان نظري فان شامس ولا؟ جراحه فيها نظري برضه. البطن عامه؟ البطن احنا قلنا البطن عندنا بقالنا بتاع 3 سنين كده شالوا الاي سي حاطين البروبلمز والام سي كيو، بس برضه البروبلمز برضه يعني حاطين جواها اي سي يعني برضه بص اصوات قطع. يعني مثلا هاجي اجيب لك مثلا بروبلم انجاينا،
او انفاركشن، هتلاقي مكتوب فيها ايه differential diagnosis of acute chest pain جوه البرونكس. يعني هو ايه في الاخر كده، يروح مديك كل واحده، يروح مديك واحده كده على جنب او اثنين، فتلاقي الامتحان يعني بقى بروبلم ليزي برضه، يعني ما تفرقش. استنى بقى خليها بعد الدرس، بعد الدرس. في حاجه اسمها بوست بارتم سايروديز، بوست بارتم سايروديز برضو تبقى عارفين تسمعوا عنها، ان في بعض ناس بعد الولاده بيجيلهم سايروديز ايديوباسيك ومش عارفين ايه السبب، وبيقولوا ان الموضوع ده بيحصل له ريكارنس كل مره، كل ما تبقى حامل يحصل له ريكارنس، وتلاقي البنت دي كل شويه كده وفي الاخر ستنتهي بهايبوثايروديزم. يبقى انت برضو ما تلاقي واحده ولدت، بعد ما ولدت وحصل كده البنت عندها انسوميا، عندها بالبيتيشن، عندها تريمورز. انت لو انت مايندد بالموضوع السايروديتس ده، هو يعني انا مش بتاع الاندوكراين بس شفته كتير سايروديتس كتير قوي. كلمه جويتر هي كلمه عامه، انت بتدي كلمه عامه جويتر، يعني بس يعني تقدر تقول هي تجميع، يعني ما اجي اقول لك ايه جويتر، ايه الجويتر ده يعني سايرويد كبير. انت بقى مفروض تمسك السايرويد دي، يعني عايز تلاقي واحده ست كده جايه تقول لك يا دكتور مش عارف هنا ده اسمه جويتر. طب الجويتر ده بقى تقعد تفحصه، هو سموس ولا نوديول، تندر ولا مش تندر، سوفت ولا فير، تقعد تفحص بقى كده. بعدين تبتدي بقى تنبش هو ايه الامراض السيرويد اللي انت تسمع عنها. ما احنا خدنا بقى جريفز وخدنا سيرودايتس، وتلاقي مليك نانسي جاي ومش عارف. دور انت بقى وانفستجيت، شوف الجويتر ده سببه ايه. يعني هي بس ايه، يعني انا معلش مع احترام، لفظ جويتر ده او التجميع دي اصلا في امراض بطنه ما تلزمنيش، يعني يمكن الكلام ده في الجراحه، لكن ممكن مثلا تلاقي واحد يجي يقول لك ايه بص كده اهو causes of thyroid enlargement، سؤال كده صغير فعلا ايه ده؟ ما هو ده ايه اللي بيخلي الثيرويد تكبر؟ ما هو يا اما الجريفز يا اما الثيرودايتس، احيانا بقى لو في حاجه مالجنان، وفي طبعا كلنا عارفين الفسيولوجيكال جويتر اللي بيجي في اليانج فيميل او مع البريجننسي، بتفحص وتشوف. طبعا الجريفز كومن، هتلاقي فيه يعني نوع من الجريفز اكتر في الفيميل الصغيرين، التوكسيك المالتي نودولار جويتر بيجي في الفيميل كبار السن، سايرودايتس بيبقى فيها بعض كونستيتيوشنال سيمتوم. يو كان بقى بعد كده كومبليت يور دايجنوزز باي انفستيجيشن. على فكره بالمناسبه، يعني اول بص اقول لك حاجه، اول رد فعل، يعني بص جنب كلمه جويتر دي اول حاجه اقولها للست، بص 3D4 دي اس اتش سونار على النك. اسمع كلامي ده في الشغل، في العياده، شغل العياده كده، يعني تيجي ست تقول لي كده، بس انا ما بيجيليش حد انا يقول لي كده. هي الست اللي بتيجي عندنا هما بيقولوا لنا احنا بتوع نفرولوجي، هو انا كلى على فكره، انتوا عارفين كده ولا لا؟ انا بتاع كلى. فالمهم ايه، يجوا بتوع الكلى، فساعات بقى ايه تروح هي مشتكيه، او ساعات بقى تجيب معاها بنتها. وبعدين العينين دلوقتي بقوا زي ما تقول لزاز، يعني ايه يعني بص تلاقي هي عايزه ايه، هي عايزه بنتها تكشف عند حد، فهي بقى انتوا عارفين الحاله الاقتصاديه مش كويسه، فتجيب معاها بنتها. ليه بقى يا دكتور بس كان ليا خدمه كده، كنت عايزك بس تبص على بنتي في الحته دي، يعني كشف يعني مش حاجه، يكشف يعني خلاص مش مشكله، خليها على الله، وريني يا بنت كده. بص تلاقي فعلا بتاع دي كبير 3T4TSH سونار، طلع في حاجه ريفير لبتاع الاندوكراين. دماغك وانا فاضي يابا، ما تعكش بقى، ما ينفعش العك، انا جيت تبقى بتاع كله، ندرس كله بس العلاج كلى. هو انت فاكرني لما يجي لي حاله جريفز اقعد اعالجها وانا مالا؟ قالوا دي والله. عارف ليه ولا لا؟ قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ ريسبونسبيليتي. لو حصل اي مشكله اقول لك طب انت على كتابي ليه؟ هو ده تخصصك؟ انت بتاع ايه اصلا؟ فهمت؟ من الناس المحترمه بتعمل ايه؟
الهايبوثايروديزم نحب نعالجها لان علاجها سهل. وقلت فيه ايه؟ ريوردنج. فاكرين الكلمه دي؟ تعالج تلاقي العيان اتحسن جدا، احلى مرض. فالواحد لازم يعالجه عشان ينبسط. بصراحه اي مرض تاني ما والدايابيتس ده عادي. طب تعالى بقى نشوف ثايرويد مالينس برضه، خد فكره عنه. ده ايه؟ ام اس كيو. ده ام اس كيو بس معلومات ام اس كيو. مثلا يقول لك ايه؟ ايه اشيع واحده؟ هتلاقي اشيع واحده عندك مين؟ اللي هي بابيلاري كارسينوما، دي الكومنس. وعلم ان هي بتعمل لينف نود، يعني بتعمل سبريد عن طريق لينف نود. وعلمني على كلمه ايراديشن في الليف. يعني هما طب مين اللي بياخد راديو ثيرابي على رقبته؟ مين؟ مين في الجراحه؟ خدتوا الليمفوما ولا لسه؟ في ناس خدوا الليمفوما. اشيع واحد بتاع الليمفوما بياخد ساعات ايه؟ ايراديشن على السيرفايكال. او ما تسمع ايراديشن على الرقبه بسرعه تروح لاقط ثايرويد. ثايرويد هتتاكل، فممكن تخش مالينجنس. طب الثانيه اسمها ايه؟ الثانيه النوع الثاني اسمه ايه؟ احنا قلنا اول نوع ايه؟ انا قلت ايه؟ اول واحده فوليكولار. هي ماشيه ايه؟ ماشي. يعني انا قلت بابيل الفوليكولار بقى اللي هي بتبقى ايه؟ ميتاستاتيك على البلاد. بس اعرف ان هي ميتاستاسيس للبلاد بس كده. في واحده اسمها انا بلاستيك، اعرف عنها معلومتين. اول دي ايج وبريشر سيلز. بص احنا بلاستيك دي هنا بقى انا مش مطلوب بقى. بص خلي بالك لما اجي اقول لك اعرف دي بس وعلم على السطر ده بس، يبقى بس اسمع كلامي. ما تقعدش بقى ايه تعمل فلوطه وتقعد تقرا بزياده. لو في ناس دي بقى يقعد يبص مش عارف بقى في الجراحه كاتبيني ويقعد يزود، لا مش هتقدر. العمليه في الاخر بتبقى كتير، في حاجات بقى ممكن نطول فيها وحاجات نختصر. ما تعملش بقى ايه يعني هون على نفسك يا ابني. في واحدة اسمها ايه بقى؟ اللي هي فوليكولار، اللي هي الميدالري كارسينوما. دي مشهورة، الميدالري أشهر واحدة دي مشهورة قوي. ليه؟ لأنها بتطلع من البارافوليكولار سيلز بتاعت الثيرويد وبتطلع كالسيتونين. وأنا قلت لكم الكالسيتونين ده تيومر ماركر. ده إيه؟ تيومر ماركر. طب الميدالري كارسينوما كانت مشهورة بإيه؟ مشهورة بالمالتوبول اندوكراينال نيوبليسيا. معلش ممكن تجيب لي صفحة المالتو اندوكراينال نيوبليسيا؟ يلا نطلع كده. والامتحانات هتنتهي امتى اللي بتاعت الايام؟ في امتحانات كده الكيسود، امتحانات هتخلص اخر يوم امتى؟ الثلاث يعني الاربع في امتحان الساعة كام؟ 8 برضه؟ الله عليك. وبعدين في الفيلم صفحة كام يا عم؟ كام؟ صفحة تقريبا 44 تقريبا. المالتيبل اندوكراين نيوبليسيا خلي بالك بقى. بص النوع الأول قلنا إيه؟ ثلاثة بي. مين هما البي؟ اللي هما كام يا ابني؟ صفحة كام يا ابني؟ كام؟ 45 أو 44 اللي هو حسب ال طبعا. أول نوع اسمه إيه؟ 3 بي. بي بتدري بي بنكرياس، بي باراثايرويد. النوع الثاني بتاع ده مهم قوي، ده بطنة وجراحة. النوع الثاني إيه؟ هتلاقي كان فيه ايه؟ كان فيه كلمة ايه؟ اوما. اوما يعني ماس، اللي هي ايه بقى؟ فيوكروموسيتوما ميدلري كارسينوما اللي انا قايلها هي، وايه؟ والهايبر بار. يبقى كده
احط في مخي بقى ايه ثلاث نقط في الحته دي. اي واحده فيشو برايمري هايبر بارا، خلي بالك الهايبر بارا هنا المذكوره برايمري، يعني يا ريت جنب كلمه هايبر بارا اوعى تقول سكندري، برايمري هي مكتوبه هنا، ما احنا تحت عنوان ايه برايمري، ست ساعات تنسى سكندري، لا سكندري دي حاجه تانية خالص. يبقى اي واحد يجي لك عنده برايمري هايبر بارا، هو برايمري هايبر بارا ايزوليتد ولا بارت فروم من مالتي برايمري بيس؟ واحد عنده فيه كروموسايتوما، هو فيه كروموسايتوما بس ولا معاه ده ايه؟ طيب واحد عنده ميدلري كارسينوما هكذا، بيعملوا ايه بقى في الحركه دي بقى؟ بص السؤال عادي خالص، اصل انا ممكن اجيب لك في الامتحان بروبلم. ايه البروبلم دي؟ ممكن اجيب لك هايبر برايمري، ممكن اجيب بروبلم في كروموسايتوما، يبقى وظيفه مشروعه جدا. الكلام ده كله موجود عندك، خلاص ايه انسى عندنا، خلاص عندك في كتابك اللي هو بتاع البتاع. فيجي بقى بص السؤال الخبيث، يجي يقول لك ايه؟ بص سؤال خبيث اللي كان 70% من الطلبه مش هيحلوا، يقول لك ايه الانفستيجيشن في كروموسايتوم؟ ايه الانفستيجيشن هايبر بار؟ ايه الانفستيجيشن؟ فانت بتكتب الانفستيجيشن، بس انت نسيت تكتب الانفستيجيشن اوف اذر اندوكراينال جلاندز. خلي بالك عشان كده العيال ايه بقى؟ انا مقفل امتحان الدكتور بس النتيجه مش حلوه، شوف هو ليه؟ عشان كده اضافه، لان في زميلك كاتب. وبعدين خلي بالك دلوقتي بتوع الجوده فرضوا ايه علينا؟ موديل انسر، اجابه نموذجيه، راح هو حاطط الايتمز، فده جاوب دي وده ما جاوبش دي وهكذا. فانت تخلي بالك بقى، هي دي الحته دي توقعني كتير في الغلط، ان انا جاب لي سيره واحده وبدا يقول لي انفستيجيشن، وبدا يسال يقول لك طب انت العيال ده هتدور على ايه؟ هتفحص فور وات؟ خلي بالك ان ده ممكن يبقى بارت فروم مالتيبل اندوكراينال نيوبيز، عشان كده انا بتك على الحته دي. ارجع بقى تاني. نعم يا دكتور، دلوقتي كلينيكال لو شفت عيان هايبر بارا على طول اعمل له مثلا اعمل له سونار واعمل له مانديليك اسيد وكده؟ لا بس مش يعني مش في اول مره كده يا دكتور، الاول بس تشوف هو هايبر بارا فعلا ولا لا، طلع برايمري ابتدي بقى سيرش فور سيرش، طبعا نعمل سيرش على الحاجات التانيه اللي ممكن فعلا يكون مالتيبل اندوكراينال نيوبيز، وخصوصا في بعض ده في فاميليا، الحاجات دي بتبقى فاميليا على فكره احيانا. نرجع بقى تاني لايه؟ للماليجنانسي. اخر واحده اللي هي قلنا الميدلري كارسينوما. طب تعالى نشوف بقى ايه علاج الماليجنانسي ده اهو. شوف بص علاج الماليجنانسي بكلمتين، هو مكتوب كل واحده على جنب ده، هما كلمتين. بص يا حبيبي هتعمل توتال سايكوزيس غالبا، وغالبا هتدي يوث مشع بعد شطر، وبعدين تعمل ايه بالعالم؟ ها ريبليسمنت. فانت فوق كده عشان ايه يعني وحد الكلام واشتري دماغك. توتال سايروليكتومي خلاص كده هو ايراديشن سايرويد ريبليسمنت سايروكسين ريبليسمنت، متشكرين بس خلاص مش عايزين وجع دماغ. يبقى انا كده ايه اصبح عندي فكره بالسايرويد كارسينوما والسايروز، عندي فكره بحيث لو جت حاجه كده اعرف احط قلم. انما انا لما باجي بذاكر الثايرويد كمذاكره، يعني انت حتى هتلاحظ كده لما نيجي نراجع بقى المراجعه بتبين جريفز نفضل ندوس ميكسيديما دوس، تيجي في الحته دي خلي بالك من هنا ومن هنا اقلب كده على طول. لازم برضه يبقى في مذاكرتنا فيها سيلكشن، سيلكشن مش معناها تنشين، مفيش حاجه اسمها تنشين. نيجي بعد كده هتلاقي في موضوع اسمه سوليتري نوميوم. هو ده سؤال جراح اكتر منه برضه، ولكن تلاقي واحد كده ابن حلال يجي يقول لك ايه مريض جاله قال لك انا عندي ثايرويد نوديول هتعمل ايه؟ فانت هنا السؤال الهام، كلمه سوليتري ثايرويد نوديول تروح كاتب ايه على العنوان كده اهو؟
المشكله في تروح كاتب كده اهو، انا عايز اعرف هي بيناين ولا مليجن، بس انا مش عايز اعرف اللي كده. يعني هو ده اللي ايه، هو ده شغلي الشاغل. يعني الفيلم العربي اللي هنتكلم فيه ده هو، انا عندي كلكيعة اهي والله يا دكتور، مش عارف انا بحلق دقني. ساعات الناس كده بيحلق دقنه، ممكن الست مثلا، دايما الست بيقول لهم ايه برضو، زي ما الاكسبينيشن بريودك اكسبينيشن اوف بريست اند نيك، فساعات يجي لك والله انا عندي هنا حاجه، فاهم ازاي؟ تيجي تحس كده فعلا تلاقي فيه نوديول. نوديول يعني ايه؟ يعني سويلين. سويلين يعني ايه؟ يعني حاجه وارمه، بيناين ولا مالجن. فانت تعمل ايه بقى؟ بص، تروح ماسك العيان هنا عشان تعرف هو ايه. هنمشي بقى واحده واحده. الهيستوري لما يجي يقول لك انا واخد ايراديشن على النك، مش دي كلمه تخوف؟ ان هو خد راديو سيرابي قبل كده على رقبته، ده معناها ايه؟ معناها ان ممكن ده يكون حاجه مالجن. لما يجي يقول لك ان الجروس رابيد جروس، ده هي يا دكتور ما كانتش كده، ده هي كانت صغيره وكبرت قوي في الفتره القصيره دي، دي حاجه شكلها مليجنا. لما تيجي النوديول دي تلاقيها فيكسد في السراوندنج تيشو باي اكزامينيشن، لما الاقي في لنف نود سيرفايكال لنف نود كبيره، كل ده يقول لي ايه؟ الحاله دي شكلها كلينيكالي كده بالهيستوري والاكزامينيشن مالجنت، بس ما اقدرش نجزم. هروح عامل على طول، بص على طول ثايرويد سكان. وبص ثايرويد سكان مكتوب بالبولد. يعني ايه بولد؟ يعني واضح يعني مهم. ليه بقى ثايرويد سكان مهم؟ ليه يا ولاد؟ عشان اعرف هي هتعمل ابتيك ولا مش هتعمل ابتيك. لو هي عملت، طبعا ثايرويد سكان يعني ايه؟ افكركم راديو اكتف ايودين او التكنيشن بنديه للعيان ونشوف الابتيك. لو الثايرويد نيديول خدت ابتيك كتير هنسميها وور او وور نيديول، ما خدتش ابتيك هتبقى ايه؟ كول نيديول، مش كده؟ المالجنت نيديولز هتبقى ايه؟ كولد، لان المالجنت تيشو disturb function، ما يعرفش ياخد الايودين، او الايودين ده زي ما تقول ما يلزموش. فبالتالي يبقى انا لما الاقي فيه cold نوديول، سوري، لو هي malignant نوديول، طب اجي عشان اسالك سؤال دلوقتي، اقول الكلام وارجع اسال، لو هي malignant نوديول هتبقى cold، طب لو هي benign هتبقى ايه؟ هتبقى war ولا بول؟ هتبقى وور. طب ممكن تبقى كول بناين. طيب اسال سؤال تاني، طب موست اجمل ما ياتي، اجمل ما ياتي، انتوا واخدين الثايرويد ولا ما خدتوهاش؟ واخدين شكلكم واخدين، حتى في الكليه يعني مش لازم في اي حته. Most of أكمل ما يأتي، most of cold nodules are benign، مش مالجنة. يبقى المالجنت نوديول هتبقى cold، بس معظم الكولد نوديول benign. فاهمين المعنى ده ولا لا؟ عشان في ناس بيفهمها بطريقة غلط. تاني، أنت تؤمر. تؤمر يا باشا. يعني المالجنت نوديول دي حاجه ايه؟ ديستيرب فانكشن، مفيش ابتيك، لو ابتيك كولد نوديول، خلاص كده؟ لكن النوديولز اللي هي البيناين، عارف دي بقى ساعات ايه؟ ساعات ممكن تبقى لوكال اريا اوف انفلاميشن، ساعات واحد يكون جاله سايرودايتس من زمان وسابت حته فايبرس تيشو، حاجات كده يعني ايه، وساعات تبقى حته كده نوديول كده مش معروف جاي منين، وكل ده بيناين، كل البيناين اللي من النوع ده في فايبرس هيبقى كولد. عشان كده يقول لك موست اوف كولد نوديول ار بيناين، لكن المالجنت نوديول لازم هتبقى كولد، مش كده؟ مش كده ولا ايه يا ولاد؟
طبعا يعني بالبلدي لما يطلع الابتيل كول انا برضو ايه بقلق شويه، بقلق. لما يطلع وورم يعني انا ايه بفرح، انا بفرح قوي. لكن كول بقول له ما تقلقش ان شاء الله هتطلع بناين، بس برضو في احتمال معين. طب ده بالنسبه للثايرويد اسكان. طب بالنسبه للسونار، السونار ايه ميزته؟ بيقول لي هي سيستك ولا سوليد. هل ده سيست ولا ده سوليد؟ السيست ده قد يكون بناين وقد يكون مليجن وكذلك سوليد. يبقى اذا السونار هو مجرد بس هيقول لي اه ده في نوديول. فعشان كده احنا بنعمل ايه؟ الواحد برضو يعني في ناس بتحب تمشي سيستماتيك، اقول لك اعمل تي 3 وتي 4 وتي اس اتش ومش عارف ايه واعمل سونار. انا بصراحه كده لو جه حاجه زي كده اهو هروح طالب ثلاث حاجات على تي 3 تي 4 تي اس اتش سونار سايلنت سكان، ثلاثه مع بعض كده ينزلوا لي على الترابيزه اعرف هي ايه، وبعد كده اروح محوله للدكتور زميلنا بتاع الاندوكراين او بتاع الجراحه، لان اللي هتعمل في الحاله دي بس نقدر نقول جراحه. في برضه انفستيجيشن بيطلب اللي هو ايه؟ ايه رايكم في الفاين نيدل اسبيريشن؟ ايه رايكم فيه؟ يعني هل هو اكيوريت ولا مش اكيوريت؟ الحقيقه بص انا عايزك بقى كده ما تعتمدش عليه قوي. يعني في الشغل في هتلاقي ناس يقول لك اعمل فاين نيدل، ولا فاين نيدل بقى اصل لو طلع نيجاتيف مش هيكسكلود. انا عملت فاين نيدل طلع ما فيش حاجه يا شيخ. ونسيبها بقى لما تبقى ميتاستاتيك تقوم تعرف بعد كده. يوم يعملوا ايه بقى بتوع الجراحه؟ في حاجه اسمها هيمي سايرودكتومي، مش كده؟ يعني انا عندي نوديول في النص الشمال، يخش الجراحه وقطع السيرويد روح شايل النص ده. مين معايا في العمليات في الاوضه اللي جنبي؟ بتاع الباثولوجي. عارفين بتوع الباثولوجي دول بيبقى نظامهم ايه؟ ده قاعد طول النهار في اوضه العمليات في المستشفيات كلها، يطلع من هنا لهنا 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 عمال يلف طول النهار ما شاء الله يعني، اللهم لا حسد. يقول لك انا عندي النهارده 10 عمليات مثلا، كل عمليه بيقعد فيها مثلا بتاع نص ساعه، هو ظابط التايم عارف ده هيبتدي الساعه كام، يبقى التيشو هيبقى افيلابل امتى، يخش يروح واخد البتاعه ويروح مقطع وسابل وطق يروح باصص يقول له دي طلعت مليجنان، يروح التاني اللي جوه في العمليات يروح شايل باقي السيارات. لا دي بناين خلاص، مش انت شلت نصها سيب لها النص التاني بقى خلاص معلش حصل خير. المهم ان احنا اطمننا برضه، المهم ان احنا ايه اطمننا مش كده؟ ده اللي بيسموه فروزن سكشن اللي هي ولاد. يعني هو ده الابروتش بتاع الحاله. يبقى انا هنا لازم اخد هيستوري واكزامينيشن لازم، واعمل ايه يا ولاد؟ واعمل ثايرويد سكان سونار فاين نيدل اسبيريشن اكسجين بايبس. عايز تخلص اكسجين، انا لو عندي حد اعرفه اقول له بص اكسجين بايوبسي هيمي ثايرويدكتومي خلص نفسك عشان ما تخش في حته. اسمع كلامي بس كده على طول. في حاجه في عنوان كده مش لازم انت مش هتبقى عارفه، بس عايزك تبقى عارف الباراجراف بس مش عايز بقى الكلام ده خالص، بس لازم تبقى عارف هذا الترم في الطب سيلك ايوثايرويد سوندر. سمعت عن هذا الترم ولا لا؟ الترم ده ايه معناه؟ خلي بالك احسن الترم ده مهم. ايه هو الدكتور؟ بص الثايروكسين بيأثر عليه مين؟ مين بيأثر على الثايروكسين؟ تي اس اتش والترانسبورت بتاع الثايروكسين وبتشال على الثايرويد بايندينج جلوبلين، فلقوا ان السيتوكاينز بتاثر على الحتتين. عشان كده مكتوب ايه؟ خليك بس معايا الاول وانا يا عم هقرا لك الباراجراف لو عايز. يقول لك اي اكيوت النس، يعني انا جالي نيمونيا، جالي مايوكارديال انفاركشن، جالي ستروك، اي اكيوت النس بس سيفير النس ممكن يعمل ديستربنس في الثايرويد فانكشن، وتلاقي تحاليل ابنورمال، تلاقي مرة التي 3 عالي، مرة تلاقي التي 4 عالي، تلاقي مرة تلاقي التي 4 واطي، مش عارف التي اس اتش ماله. فتروح انت رايح للدكتور، يا دكتور ده انا مامتي طلع كذا. يقول لك من امتى وازاي، وياخد هيستوري فيعرف ان مامتك دي لسه خارجة من العمليات من اسبوع.
يا ابني دي كانت عندها حاجه كريتيكال مش كده وعندها اوبريشن. لا 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 كل الانفستيجيشن دي كلها نونسنس. ده سيك ايوثايرويد سندروم ده هي معناها ايه؟ ان هي ايوثايرويد بس هي التي في حاله مرضيه بس حاله مرضيه اكسترا ثايرويد ديزيز ان هي عندها مشكله. فيقول له ايه؟ اوعى تدي وقف الدواء ده. هي راحت الدكتور بقى كده يعني نص كوم راح مديها علاجات. لا وقف الدواء ونتشيك الثايرويد فانكشن افتر 1 مانث هتلاقي كل شيء عاد الى الحاله الطبيعيه. خلي بالك عشان دي ده بقى ايه؟ اكتب عليه ام سي كيو. اكتب ام سي كيو متميز. يعني يقول لك ايه؟ والله مريض جاله اكيوت مايوكاردال انفاركشن وهي ريسيفد كذا كذا ودخل كورونري كيريونيل وتحس ان الحاله كارديولوجي. الانفستيجيشن ده اللي هو ايه؟ اللونج هيد كويستشن اللي هي بروبلم صغيره وعملنا التروبونين وعملنا اي سي جي وابصر ومدرك والتي 3 كان كذا والتي 4 مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي كده. فيقول لك ايه؟ از ريجارد ثايرويد بروفايل الموست بروبابلي هل هو هايبر ثايرويديزم ولا ده دي اس اتش سكريتنج تيومر ويعملك في دماغك ولا ده سيك ايوثايرويد. انا اقول ده سيك ايوثايرويد موست بروبابلي عشان هو في اكيوت ايلنس اند وي ماست تو ريبيت هذه الانفستيجيشن مره اخرى. فهمتوا هذا الترم ولا مهم قوي الكلام ده؟ نقرا الحته دي معلش عشان هي مهمه اهي. اني اكيوت سيفير ايلنس كان كوز abnormalities of circulating TSH or thyroid hormone level due to alteration of their peripheral transport and metabolism making this measurement potentially misleading. The major cause of this hormonal change is the release of cytokines. The levels usually return to normal after recovery. شكرا ازاي؟ يبقى ده هنا ترم مهم. انا بص كاتب لك كام نوع؟ واحد اتنين تلاته تحت هما لا تبقى سبعه. يعني عايز يقول لك انت في كتير تلاقي الثايرويد فاكر فتلاقي الدكتور الكبير لك ايه؟ اصل الغده بس كده متلخبطه شويه لحد بس ما هي تبقى حلوه كده وتخف ونرجع يا ابني نحل. مع السلامه يا خلاص. دي اسمها سي كيو ثايرويد كده. يبقى احنا خلصنا الثايرويد. في جزء بقى هقوله كده جزء بسيط قوي قوي وكله جاست انيوميريشن وانا جاست هقعد اعلم لك على الاجزاء دي اللي هو في الخلف خالص. اتفقنا بقى هنبايباس دلوقتي الدايابيتس ورا قوي في جزء كده بعيد عنك اسئلته بتبقى رخمه شويه في الامتحان بينزل في الاس كتير اللي هو صفحه كام؟ 95 95. فانا بقى ايه هنستعمل القلم كده مع بعض ونقعد اوري لك ايه الايتمز اللي انت تعلم عليها عشان بس مجرد يعني اكتب بقى على الريبرودكشن ده من فوق كده ده ام سي كيو ممكن مثلا سؤال او انيوميريشن في الاس يعني مثلا ايه رايك مثلا ما يجي لك تلاقي مثلا سؤال كده كوز بص كده اهو في الاس شورت اس كوزز اوف امبوتنس اتفضل جاوب جاوب معايا كده كوزز اوف جاينيكوماستيا كوزز اوف هيرشوتيزم يا ابن الحراميه هيرشوتيزم وتلاقي العيله كده ساب الكتاب كله يا دكتور وجاب هيرشوتيزم والله خرب بيته. الكلام ده بيحصل وهوري لك انا الحاجات يا دكتور. لا ما هو في نسا يحصل. طيب ما انت النسا يسالوا في ايه؟ ما هو لازم. لا انا بتكلم في على فكره انتوا معاكم ورق الامتحانات بتاعتكم الشورت اسي ولا مش في ايديكم لسه؟ امتحانات النظري. لا الشورت اسي اللي هو بتاع السنين السابقه عندكم؟ طب مش تبقوا جايد بيه؟ ما الكلام ده كله منه. لو مش معاكم هو عندي تحب اصوره لكم واجيبه لكم انا؟ بيوزعوه في رعايه الشباب. اي حد موجود في تلاقي بتاع كده مذكره صغيره كده مليانه اسئله بس الميزه ان هم حاطينها في سيستمز. يعني ايه؟ اسئله الاندوكراين متجمعه، اسئله الليفر متجمعه، مش كده برضو ولا ايه؟ مش متجمعين. لا 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 استنى بقى يبقى انا الورق اللي عندي الظاهر ان الطلبه
انت بتسال يا واد طه. لا هم صاروا نصموه وكان معانا السنه اللي فاتت. نسخه رعايه الشباب ونسخه رعايه الشباب هم حاجتين منفصلتين. نسخه رعايه الشباب نازله في نسخه متسيستمه سيستم، يعني مثلا ايه الاندوكراين، ادي اسئله الاندوكراين اللي نزلت طول السنين اللي فاتت تبقى كده متقسمه. دي حلوه قوي، دي بتبقى جميله في ايه؟ انا بذاكر وادي الاسئله اللي هي قدامي بس خلاص الموضوع خلصان. بعد كده يبقى فيه البروبلم، بعد كده الام سي كيو يعني. فانا لا انا هجيبها لكم، هشوفها انا بقى واجيبها واوزعها عليه عشان تبقى برضو اللي احنا جايدد بيها، على اساس حتى لو في سؤال من دلوقتي مش مفهوم تبقى عارف. الحاجات دي بنقعد نقراها في الاخر برضو، بس يعني برضو تبقى معانا من دلوقتي. فانت بص يا سيدي، عندك اول سؤال، طبعا ده سؤال ما ينفعش يجي في الامتحان بقليل الادب لو جابه، يعني اللي هو ايه هايبوجوناديزم في الميل. البرايمري هايبوجوناديزم يعني ايه برايمري؟ يعني الجونادز هي اللي فيها المشكله. يبقى انت اكيد هتلاقي التستوستيرون هيبقى واطي، وهتلاقي الجونادوتروفين عاليه، بس كده. فانت علم بقى على ايه الكوزز، كونجينيتال زي كلاين فلتر، اكواير فيرال اوركايتس، ايراديشن مهم قوي، ايراديشن، كيموثيرابي جنبه اهو، وفي دواء الوحش قوي السبايرون والكتون، تمام كده، والليفر سيل فيليور. خلي بالك السبايرون والكتون ده من 60 في 70. سكندري هايبوجوناديزم يبقى ايه؟ هايبوثالاميك او بيتيوتري ديسفانكشن. طبعا هنا الجونادوتروفين هنا هتبقى لو. بس في حاجه اسمها اندروجين ريزيستنس، نسمع عن لفظ اسمه تيستيكولار فيمينايزيشن. يعني تلاقي انا الجسم يعني انا عندي التستوستيرون بس التيشو نوت ريسبوندينج. ده بيبقى على فكره الفينوتايب كده، يعني شكله الخارجي زي ما يكون واحده ست بالظبط كده. عشان كده في تلاقي حاجات كده بتبقى غريبه، تلاقي ناس كده وناس بتلاقي منتشره بره كتير، يعني ما تبقاش عارف ده الراجل ده ولا ست ده ولا ايه الوضع يعني. طيب نيجي بقى تحت شويه كلينيكال بيكتشر. خلي بالك من لفظ يجي في الام سي كيو يقول لك ايه يا دكتور؟ يقول لك بيفور بيوبرتي وافتر بيوبرتي. بص يا دكتور، اي واحد فينا لو حصل له هايبوجوناديزم نتيجه خد كيمو ثيرابي، نتيجه خد حاجات زي كده، بعد ما انت بقيت قضل ما بيبانش عليك حاجه قوي، يعني تلاقي مثلا في الدقن كده شويه قلت سنه بس مش باين، تلاقي فيه لوس اوف ليبيد وممكن يحصل شويه امبتنس حاجات كده، لكن ما يبانش على الشكل الخارجي حاجه. انما لو من الصغر طفل صغير عنده الحكايه ده، ايه هايبوجوناديزم، هيحصل له ايه؟ هتلاقي الولد عمال يطول، مفيش كلوجر اوف ايبيفيسس، هتلاقي الولد طويل، وتلاقي الاسبان مش عارف اكتر من هاي، وتلاقي الواد صوته مزرزع، يعني تلاقي الواد صوته ايه مع انه كبر بس صوته حريمي، وتلاقي الواد كده لا دقن ولا شنب ولا بتاع. ده بيسموه ايه؟ بص انشيوديزم. يبقى كلمه انشيوديزم يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه الكلمه دي؟ يعني هايبوجوناديزم حدثت بيفور بيوبرتي. فتلاقي الواد طويل وشكله كده عامل زي الحريم ومسرسع. لا يمكن الكلام ده يحصل في واحد فينا بعد ما قضل جاله مرض او خد كيمو ثيرابي وحصل له او ايراديشن وحصل هايبوجوناديزم، بتبقى الحكايه دي ما بتبقاش موجوده بهذا المنظر. ميل انفرتيليتي، اكتب كده يعني اكتب لا مؤاخذه، اكتب كده لا مؤاخذه انظر الجلديه. مش معقول هقعد اشرح لك انا الانفرتيليتي بقى، ده يبقى يعني حرام بقى بصراحه. ولا ايه رايك؟ ولا نشرح انفرتيليتي؟ مش انتوا عندكوا بتاع دوت في الجلد ولا مش عارفين كده ولا ايه؟ ده شطر يا ابني اندرولوجي قد كده. بس خلي بالكوا انا بقى في لفظ مكتوب بيقول لك ايه؟ سفرتيليتي از ا كايند نيم. يعني ما تقولش على حد ان هو انفرتايل، قول ان هو سفرتيليتي. يعني هو حتى في العلم بيقول لك يعني عايزين نبقى مؤدبين، ما ينفعش تقول على واحد ان هو عقيم. ما تقولش كده. ولا بس في مشكله بسيطه بس في الخصوبه، ودي حاجه بسيطه ومش كله كذا، لان في الفاظ كده
والله كنا عاملين والله نتكلم مع بعض مع حتى الدكاترة ناس عرب وناس أجانب وبتاع على إزالة موضوع بقى منتشر في العالم اللي هي ألفاظ الأطباء. اللفظ بقى وحش بيدب ألفاظ في وش العيان مش كويسة، فدي بتعمل مشكلة كبيرة. طب نيجي بعد كده لو قلبنا الصفحة هتلاقي causes of infertility، هتروح حاطط الأسباب الهايبوغوناديزم اللي احنا قلناها، زائد بقى في أسباب مكتوبة ايه بقى infertility only، يعني أنا ممكن أبقى أنا infertile بس أنا ما عنديش هايبوغوناديزم. هو في إنسان تلاقي واحد راجل محترم وزي الفل ومتجوز وعادي جدا 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 في كل شيء بس هو ما بيخلفش، ده مش معناه ان هو عنده هايبوغوناديزم، خلي بالك عشان تبقى فاهم المعنى ده حاجه وده حاجه. infertility only، علم بقى على سيرتولي سيل اونلي سندروم. تعرفين السيرتولي سيل دي اللي كانت ايه اللي هي في الجونادز؟ كارتاجنر، اسمعنا الكارتاجنر سندروم، كارتاجنر اسمعنا يا جدع. طيب اسال سؤال بسيط قوي ونحن على مقربه من الكارديولوجي ان شاء الله، لما تيجي انت تدور على الايبكس، انا بقى راجل بامتحنك احنا بنعمل كده، شوف لي الايبكس فين يا ابني، فانت لقيت الايبكس ايه نوت فيزيبل ولا بل الديفرنشال دايجنوزيس، تقول لي والله الايبكس اندر ريب، هتقول لي راجل يكون اوبيز سيكشس طول، هتفضل تلف تلف لحد ما توصل لمين؟ ديكستروكارد. مش كده؟ ولا ايه؟ هو العيان مش القلب كده؟ وانا قلبي شمال؟ لا القلب مش القلب كده بس هو جاي كده. الايبكس اهي. الايبكس اهي. ديكستروكارد بيبقى الهارت عامل ازاي؟ زي ما هو في مكانه بس لف، فالايبكس تبقى اهي. خلاص كده؟ فاحتمال ديكستروكارد، طب ديكستروكارد بقى ايزوليتد ولا بارت فروم سايتس انفيرسس فوتاليس، يعني يكون الراجل ديكستروكارديا والليفر الشمال والاستومك يمين. تعرف ازاي الكلينيكال؟ هبط الليفر هبط الليفر هشوف ايه. لا ما تعملش بالبيشن بقى، بركاشن بركاشن كده اهو، فيجي يقول لك ايه وين يو بركاس، انا كده بوصل معاك عشان اروح للكارداجنر في الاخر، وانا مش بعمل كده عشان حاجه، انا رايح للكارداجنر. يقول لك وين يو بركاس ميك كلافيكولار لاين فروم اباف داونورد، ما تكتبش هقول كده كله على الشمال، وين يو بركاس ميك كلافيكولار لاين ذا ليفت سايد فروم اباف داونورد يو ويل بركاس فروم ريزونانس تو تيمباني، عايزك كده تقوم من نوم الصبح كده، او ما تقوم من نوم الصبح وانت نايم، انت نايم اهو فتح، او ما فتح على طول مخ يشتغل، انا دكتور لو انا نايم شغال كارديك سايكل ازاي شغاله في الحلم، ما تحلمش حاجات تانية، فانت عمال تعمل كده اهو، انت بقى ايه بص وما تعدش، اوعى تعد السبيس زي العيال العقد يقعد ايه كل ما ينقل النقله يقعد يعد، يبان ان انت عبيط زي الناس اللي على السلم عمال ايه يشوف السلم قبل ما يحط رجله، يا ابني انزل تعمل ايه؟ على طول بص كده انت قمت من النوم الصبح ميك ده فيك بص ريزونانس 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 تمباني ستومك ناحيه اليمين ريزونانس 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 دالنس، يبقى ده الاستومك وده الايه؟ عشان كده يقول لك when you percuss the clavicular line from above downward you will percuss on the left side from resonance to tympani and from right side from resonance to thalamus the liver. لو لقيتها معكوسة يبقى ده situs inversus totalis، يقول لك انهي مرض بقى كومن في situs inversus totalis، هتقول له كارتاجنر. الكارتاجنر هتلاقيه فين بقى؟ هتلاقيه مرة في الكارديولوجي وهتلاقيه مرة في التشيست، عشان كده هو مشهور ومشهور قوي بالانفيرتيليتي، وبتوع التشيست يقول لك ايه التشيست ديزيزز
اللي فيها infertility اهو ده واحد منهم لان ده بيعمل congenital pancreatitis ده انا هندرس ان شاء الله. يبقى لي عامل ايه السؤال بيبقى عايز يوصل للحته دي. تعالى بقى نخش على الـ الحاجات بقى اللي هي الاكوايرد الفاريكوسيل مش كده وايراديشن وسايتوتوكسيك دراجز برضه. خلي بالك من الناس اللي بتستخدم ستيرويد اليوز اوف ستيرويد بس اكتب ايه على الستيرويد هنا اللي هو السكس ستيرويد اللي هم اكتب انابوليك ستيرويد العيال بتوع الجيم. خلي بالك من الشباب دول احسن العيال بتوع تقول له انت بص اول ما تجيب له السيره دي بص ما تقولوش اصل ده هيأثر على وظيفه. قول له بص ده انت ممكن ما تخلفش تلاقي الواد على طول يهر تعمل كده بجد تبقى زي الشحط كده العضلات مش عارف تيجي بعيل تعمل له كده تلاقي الواد عمل كده على طول على طول ما انت فاهم ايه شفت ازاي. طيب امبوتنس حط بقى الاسباب. اول سبب سايكوجينيك. طبعا سايكوجينيك ده زي كومونست في حاجه اسمها ستريس وفي حاجه اسمها انكزايتي بيرفورمانس. انكزايتي بيرفورمانس يعني هو عنده قلق ان هو هي ماي بي انيبل تو بيرفورم ذات بالذات في الناس اللي هم طبعا بيبقى لسه في حديثي الزواج. كثير جدا هتلاقي اصحابك اللي هم مش دكاتره هيحصل له هذا الموقف هتلاقيه بيتصل بيك بتليفون تاني يوم على طول الو ايه انا في ايه الحقني قول له اطمن انت كويس يا ابني بس انت بس قلقان شويه ما تخافش خالص. اندوكراين في بقى عندنا الهايبوجوناديزم والهايبر برولاكتينيميا مهم قوي. نيورولوجيكال طبعا حاجات كلها بقى نيورو كرونيك إلنس واحد عنده ليفر ديزيز واحد عنده يوريميا لازم يبقى عنده هذه المشكله. في بقى فاسكولار كلنا نسمع طبعا عن الفينس انكومبتنس وطبعا الحاجات دي بتتجاب بالدوبلكس بيعرفوا في فينس انكومبتنس. في بقى اهم حاجه ممكن يروح فقعك سؤالي اللي هو عندك انت ابو نمرتين او ثلاثه. ما انت في عندك فئات الاسئله نمرتين ثلاثه خمسه عشرة بس ابو عشرة ده مش عارف ليه عملوه السنه دي ده كان مش كويس ليه ده مش شورت ده كده ما جتش شورت هو بس كانوا سؤالين فيهم راخي شويه اللي هو الكرونيك رينال فيلير والمايوكاردال انفاركشن جابوا الاسئله ب 10 فالسؤال ابو اثنين بقى انا عايز اعرفك فاجي اقول لك ايه انيوميريت فايف دراجز كوزنج امبوتنس بس بنمرتين فانت تقول ايه يا عم ده النمرتين والله ما انا حله ما يستاهلش التعب انا ايه النمرتين ده انا ممكن اخسر 50 نمره في لجنه يعني النمرتين ما يهزوش شعره مني في ناس حتى يكسب يقول لك ايه ده النمرتين لا بلاش خمس نمر وانت طالع ما عنديش انا الحاجات دي قشور دي حاجات بتبقى بسيطه. طب تيجي بقى نشوف مين بقى الادويه دي انتي هايبرتنسيف هتعلم على البيتا بلوكر. طبعا بيتا بلوكر دي معروف عشان كده حتى في الجايد لاينز دلوقتي البيتا بلوكر ار نوت ريكومندد از ان انتي هايبرتنسيف دراجز خلاص العلم اتغير يا جماعه ما تديش لحد بيتا بلوكر كانتي هايبرتنسيف خالص الا اندر سيرتن انديكيشن ده الجايد لاينز جه خلاص انت هتدخلني في ايه؟ هتخليني اهمد بص هبقى همدان وتعبان ومكتئب وايه هتبوظ كل حاجه فين؟ طب ليه؟ الا اذا كان بقى المريض تاكي كارديك قوي المريض بيجي له اريزميا المريض عنده سكيميك هارت ديزيز اديشنال لكن واحد ايزوليتد هايبرتنشن ويا سلام بقى بيبقى يانج طب ليه يا ابني كده؟ تديله بيتا ده ابني حمار ما تفهمش معلش انا اسف تدوله ليه؟ انت غبي قوي يا ابني احنا قلنا على طول ايس او اربس وكالسيوم تشانل بلوكر هم دول اللي بيتاخدوا اوتو كومباين ماكسيمم بلس سمول دوز دايوريتكس بس خلاص ما تقعدش بقى تكتب الادويه الهباب دي خلاص يا جماعه. طيب تيجي بقى برضه هنا الدايوريتكس طبعا الالفا مثال دوبا ده دواء ابن كلب اللي هو الالدوميت ده كفايه الاكتئاب اللي بيعمله
بس ساعات بنديه. في عندك برضو الدايريتك السيازايف، طبعا السبايرون الاكتون جريمة، السبايرون الاكتون ده ابتكال فاهم ازاي. وفي عندنا الانتي سايكوتيك كلوروبرومازين الهالوبريدول ادويت سايكاتريك لا دايازيبام باربيتيوريت الانتي كولينيرج. كل الانتي كولينيرجيك، انتي كولينيرجيك زي مين؟ ما تراي سايكليك انتي ديبريسنت انتي كولينيرجيك. وفي بعض انتي كولينيرجيك، مين اشهر انتي كولينيرجيك في الدنيا؟ الانتي سبازموتكس كلها انتي كولينيرجيك يعني. فالواحد يبقى ياخد باله من الحاجات الصغيره دي. وفي في الاخر بقى عندك اللي هو ايه، اللي هي اذرز زي الميتوكلوبرومايد. ما هو الميتوكلوبرومايد والادويه دي كلها دي بتعمل هايبر برولاكتينيميا. مش لازم بقى علاج بتاع، انا يهمني الكوزس، مش مهم الكلام بقى التاني العلاجي ده، حاجات حتى هتاخدوها اصلي اكتر. جاينيكوماسلي بقى، الجاينيكوماسلي دي لعلمك حاجه بنت كلب، مشكله. جاينيكوماسلي هو ديزيز في الميل وليس في الميل يا دكتور. انلارجمنت اوف ميل بريست ممكن يبقى يونيلاترال وممكن يبقى بايلاترال، عشان تبقى في الصوره، ممكن كده ممكن كده. طيب الجاينيكوماستيا يو ماست تو ديفرنشيت، يعني انت لما بتيجي تمسك الواد، الواد لما يجي لك، في عيال هتجي لك كده هتلاقي الواد ده اهو، هتلاقيه واد صغير واد كده، هتلاقي الولد البريست بتاعه خلاص كده. فهو بدأ أبوه وأمه شايفين كده يعني شوية، بس واخدينها ببساطة. فالواد بقى هو اللي هيضغط عليهم، لأن الواد لما بيروح يصيف أو يروح النادي أو حاجة زي كده، أصحابه اللي تعرفين الولاد مع بعض طبعا كلكم عارفين، وأنتوا في ثانوي وإعدادي وكنتوا بتعملوا إيه في بعض، الميلز بالذات بيبهدلوا بعض وتريقة وضرب، والواد ده مسخة والواد ده بص عامل إزاي. فالواد طبعا اتعقد، فالعيال أصحابه بيتريقوا عليه على حكاية البريست خلاص. فالواد عمال يعيط بقى مش عايز يروح المدرسه، تروح ابوه وامه، فتلاقي فيه البريست كبير شويه. فانت اول حاجه تعملها ايه لما بتجزامن الولد ده؟ بتشوف ايه؟ هل ده فات يعني، هل ده فات بريست ولا في جلاندولار اليمنت؟ جلاندولار اليمنت كده بتروح انت جاي كده، الحاجات اللي تضاف في الجراحه بقى بتهيألي، اللي هي على فكره جاينيكو ماستا ده ساعات بيجي سؤال في الجراحه، مش مصدقني بس انت بتبص لي بس كده سؤال جراحه هذا العهد. انا بهزر مش مصدقني. امال ايه يا استاذ؟ حتى في جراحه اليوم هم بقى الموضوع كبير، لان في هنا سيرجيكال اسبكت. فانت بتفحص كده البريست كده سب ارولر اكزامينيشن، بتمسك عند الارولا كده تحتها وتقعد تجس كده، لو حسيت سوري كده كلاكيع تحت ايديك كده اسمها جلاندولار اليمنت، دي فعلا جاينيكوماستيا. يبقى اذا يو ماست تو ديفرنشيت جاينيكوماستيا فروم فاتي بريست، فروم فاتي بريست. دي نقطة مهمة قوي. ايه اسباب بقى الجاينيكوماستيا؟ في ولد مثلا كان جاينيكوماستيا غير عادية، والواد فعلا في اعدادي، وباباه بقى راجل كبير وراجل محترم، فالواد يعني خلاص متعقد، وصلنا بس ايديو بس ولا عارفين السبب ايه خالص، وفعلا البريست كبير فعلا يعني حاجه كبيره قوي. فالواد اتعمل له ايه؟ ماستكتو كوزموتيك، اتعمل عمليه وبقى زي الفل خلاص انا حيتين مش اتفاعل. يبقى اول سبب ايديو بس. في فيسيولوجيك هايبوجوناديزم، هنا بقى ايه للاسف دور الحفظ يا اخي بعيد عنك، استروجين بروديوسينج تيومر. اهم حاجه تهمني قوي 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 على فكره الهايبر ثايرويديزم احد اسباب الايه جاينيكوماستيا. الجزء ده كده علم عليه كده ام سي كيو، يقعد يقول لك ايه وان اوف ذا فولوينج ما يعملش جاينيكوماستيا، ليه كاتب لك بقى هايبر ثايرويديزم؟ تلاقي هايبر ثايرويديزم هايبر بيعمل جاينيكوماستيا، حاجه بقى بعيد عنك بتبقى مش حلوه. ايه الادويه اللي بتعمل جاينيكوماستيا بقى؟ علم لي على، طبعا في هرمونز، انتي هايبرتنسيف، ريزربين، علم بقى على الديجيتاليز ده مهم قوي، وعلم لي بصراحه على السبايرونولاكتون، واكتب على السبايرونولاكتون انها بتبقى تندر جاينيكوماستيا واحيانا بينفول. العيانين كبار السن خلي بالك بجد، كبار السن دايما انا قلت لكم هم عندهم حاجه اسمها ايه؟ خلي بالك الدراج هيستوري لما
تيجي تقوله لا تكتفي بكلمه للمريض انت بتاخد علاج ايه؟ الناس بتراجع ايه؟ خلي بالك من هذا اللفظ وانا قلت لكم مره قولي ها فارمسي قولي فارمسي دي صفه كبار السن كبار السن عندهم شنطتين مليانين ادويه طلعي لي حاجه كده اتفرج على الدواء اللي بتاخده خلاص كده هي تقول لك ادويه في بقها باخد كذا وكذا وكذا تقول لها هات الشنطه تقعد تلاقي ادويه تاني لا 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 اصل دي حاجات تانيه بقى دي انا باخدها كان في دكتور لا انا لازم اعرف كله الناس مش فاهمه ففي واحد راجل خد السبايرونولاكتون وزار مكتوب له من زمان جدا كان زمان بيكتبوا السبايرونولاكتون سولو كده كانتي هايبرتنسيف في دواء في السوق اسمه ال هقوله لكم في الكارديولوجي اسمه ايه في السوق الداكتازايد واضح كان اسمه الداكتون مع سايزايد فهو الراجل اتضح ان هو بياخد الداكتازايد ده من زمان خالص وماشي عليه من زمان وما بيقولش لحد وماشي معانا كان عنده مشكله هو في المسالك البوليه والكلى فبتاع المسالك بيعالجه واحنا بنعالجه ككلى خلاص فالراجل مره واحده كده غاب كده وما بقاش بيجي في ايه المهم لف لف بعد كام شهر كده رجع الراجل طلع ايه يا عم طلع عنده في وان بريست بس بينيكم ماسكه ممكن ناحيه تسبق ناحيه في وان بريست عنده زار كان بيكبر وهو بقى الموضوع ده مش تبع الكلى ولا المسالك فهو الموضوع مش في دماغه لف 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 على ناس كتير فما حدش بياخد طبعا هيستوري كويس فالمهم وصل ان هو ما حدش عارف السبب ايه وقالوا له ده ممكن يبقى مالجنسي وكانسر بريست ده ممكن يجي في الميل وراجل اول ما سمع الكلمه دي راح مسافر بره على طول قال لي رحت يا دكتور فرنسا وراجل جاي زعلان راح فرنسا فبيقول لي اول دكتور قاعد معايا ساعتين عمال يستجوبني في كل حاجه وفضل يسأل فيه يسأل فيه لحد ما طلع ان هو عمال ياخد الدكتور بقاله سنوات طويلة والراجل عمال يقول انا ملاحظ فعلا ان البريست ده كبير شوية اكبر من ده بس هما الاتنين مش طبيعيين فانا ما خدش في بالي قلت يمكن عندي سمنة ولا حاجة فراح رجع على طول من فرنسا عادي خالص وقف الدواء الموضوع خلص خلي بالك من حاجات صغيرة طبعا دي كانت شكلها مش حلو انت جاي منين من مصر يعني مصر كلها ما عرفتش انك انت بتاخد الدكتور مصر كلها فاضطر يروح فرنسا عشان يعرفها شفت يا عم بس كده في ميل سكشوال ديس اوردر برايمري امينوريا طبعا بقى حط بقى يعني هتلاقي بقى كروموزومال هايبوثلاميك ادرينال اوفيريان اي كلام بقى برايم هي برايمري يعني يعني البنت ايه ما جالهاش الدورة اصلا سكندري بقى اللي هي ايه اللي هي اكواير جالها بس احنا دايما نقول الامينورية لما تحصل لواحدة في ميل امتى تبقى سيجنيفيكانت لما يعدي عليها كام يقولوا 3 مانس يعني 3 اشهر مش كده يعني ايه يعني لو عدى شهر اتنين ممكن نسكت كده يمكن في اي حاجة فيسيولوجيكال استرس انيميا اي حاجه فانكشنال وربنا كريم وبتاع بعد كده انفستيجيت ودور على بقى الكوزز هتلاقي فيه بقى الهايبوثلاميك والبيتيتري والثايرويد والادرينال هتلاقي كل الغدد بتعمل اهم جزء في الفيميل ريبرودكشن المونوبوز المونوبوز طبعا احنا بنسميه يعني للاسف سن الياس وده اسم مش كويس بقى جدا ازاي يعني سن الياس ده مش كويس زي يقول لك الراجل ده ايه ده معاش ده إلدرلي دي الفاظ بتجرح الناس الكبار في السن يقول إلدرلي إلدرلي يعني ده راجل عجوز ده معاش ده متقاعد بره بيسموا الناس دول ايه بيسموهم البلاد المحترمة ها حد يسافر كده بيقول لك لا الناس كبار السن يسموهم بره سينيور سيتيزن سينيور سيتيزن يعني راجل له احترام
تخش في اي مكان وكل حاجه تتعمل. انه سينيور سيتيزن خدم البلد. احنا هنا سينيور سيتيزن بياخد بالجزمه بيتشتم في الشوارع. لو انا راجل كبير ماشي بالعربيه وما خدتش بالي بس وعملت كده بالعربيه تلاقي واد شاب معدي كده حاسب يا حمار يا ابن الكلب من على الصبح كده. ليه؟ عشان انا سينيور سيتيزن. هي دي السينيوريتي. وساخه وقله ادب. فالمهم المونوبوز السن فوق الخمسين بيجي سن المونوبوز على 50 سنة غالبا. الخمس سنين اللي قبل المونوبوز كنا بنسميهم ايه؟ الكليماكتيريك بيريود. كلنا نسمع عن هذا. طبعا كلينيكال بيكتشر اوف مونوبوز في عندنا بقى الفازو موتور مانيفستيشن الهوت فلاشز مش كده؟ وتلاقي العينه بقى الريتابل وانكشوس وي. طبعا خلي بالك دونت مسليدنج. خلي بالك الجزئيه دي بص كلمه هوت فلاشز وسويتنج وانكزايتي واريتابيليتي حط عليهم قوس جانبي وقول لا تنسى السيروتوكسيكوزيس. يعني برضه يعني انا هو انا دلوقتي عندي حاجه من ثلاثه. انا مامتي بص اصل هم لقمة يقول لك ايه في ميل عندها مثلا 49 سنه. اكتب بقى المعلومه دي. في ميل عندها 49 سنه او 50 سنه خليها 50 وعندها بص يا عم الكلام ده تلاقيه عندك على فكره في الكتاب اللي هو التخين ده. وان شاء الله بامر الله لما بيجي في الاخر واحنا بنحل هتلاقي كل الافكار اوريدي انت كتبتها على الشمال في الصلاه دي. فمش هتلاقي في حاجه غريبه عندك. هيقول لك في ميل 50 سنه بتشكو من اريتابيليتي خلاص انسومنيا مش كده. وبعدين بقى هي كلمه هوت فلاشز دي ما بيقولش بقى هوت فلاشز هو يعني هو اكتب بقى هوت فلاشز بتكتب بكذا اسلوب بقى يقول لك مش عارف بتحس مش عارف كده بسنسيشن كده اوف وورم مش عارف ايه بتحس ان هي مش طايقه الحر قوي. طب الفيميل في هذا السن لما تبقى الريدابل وعندها انسومنيا و الى اخره ايه الديفرنشال دايجنوزز ممكن تطلع؟ واحد سيروتوكسيكوزيس. مين يقول لي السن ده يجي لها جريفز ولا يجي لها ويتش تايب اوف سيروتوكسيكوزيس؟ توكسيك نوديولار جويتر اللي هو السكند اللي هي بيبقى عندها نوديولار جويتر وتلاقيه توكسيك. لكن جريفز بيجي في 30 سنه 40 سنه. لكن ما يمنعش جريفز طبعا بس ده مصري. السبب الثاني ان ممكن الست دي يكون عندها سيمبلي انكزايتي. ما هو وحشت الاسئله في البروبلم ايه؟ انك انت تلاقي نفسك مش عارف تكتب الديفرنشال دايجنوز. السبب الثالث مونوبوز. ما يمكن يبدي مونوبوز يعني بس. طيب هتعمل ايه انفستيجيشن بقى؟ طبعا هتشوف بقى الاستروجين البروجسترون هتلاقي التي اس ال الاف اس اتش والال اتش بقوا عاليين والكلام اللي انتوا بتسمعوا عنه ده اهو. ثم العلاج على طول ايه رايكم في ريبليسمنت ثيرابي؟ عايز اعرف انتوا تفضلوا يعني معلش لو مامتك عندها دايما نقول ايه؟ لو الفيميل عندها سيفير مونوبوزال سيفير واوستيوبوروزيس وعظامها متكسر وتعبانه والمود زفت وبعدين امي وبعدين ابويا انا شايف ابويا صحته حلوه وبعدين شقي ده ممكن يتجوز على امي لا هو فانت ممكن تروح جايب شويه حاجات كده تحط له في الشاي بقول لك انا حاجات امال ايه يعني بص امك عالجها كويس قوي ابوك بص اندر كوركشن في كل حاجه ما تخلوش فات احسن ايه الراجل يفلت بعدين القرشين اللي شايلهم لك ولا عامل لك حاجه يا ابني ضيعك لازم مفيش حاجه امال ايه فتروح مظبط بقى الحاجه بشويه استروجين طب تحب تديها اورال استروجين ولا تديها الاستروجين باتش؟ باتش احسن
اللي هو بيبقى ايه زي اللسع زي النيتريت كده باتش. ليه بقى؟ هو الاستروجين كده كده هو كارسينوجين، بس ما تخافش، بس ما تخافش، هم بيبقوا بيدوا طبعا حاجات كونجوجيتد استروجين مع البروجستيرون وفي دلوقتي بريبريشن، ما تخافش قوي من قصه الكارسينوما اللي هم بيقولوا عليها دي طالما ان هي انديكيتد. بس هو القضيه ايه؟ الاورال استروجين لما العيان بياخده بيبقى ابسوربت من الجي اي تي على البورتال سيركوليشن على الليفر، فبيخلي الليفر يطلع كواجيولانس فاكتور زياده عن اللزوم. لكن لما بيتاخد سيستميك بالباتش ما بيروحش للليفر بهاي كونسنتريشن، خلي بالك من المعنى. يبقى الباتش دائما هو الافضل، بس برضه الاستروجين برضه ايه يقول عليه ايه؟ ان هو برو كواجيولانس، يعني بيخلي الواحد معين. انا برضه ده سن كبير، فانا لا 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 انا مدي باتشز مش هدي اورال. في يبقى في عندي اورال وفي باتش، الاثنين زي بعض، بس الاورال مش هيبقى سيف قوي زي الباتش، لان الاورال هيروح للليفر بهاي كونسنتريشن اتنين ليد تو كده. في برضه اللوكال فاجينال كريم، لان طبعا خلي بالكم ان الفيميلز دي لو انت طلعت فوق هتلاقي عندهم ديسبارونيا وعندهم ليه؟ لانه وحتى كمان بيبقى عندهم يا اولاد ديسيوريا. في ديسيوريا ليه بيبقى عندهم ديسيوريا؟ لان ثبت هو في ديسيوريا مكتوبه فوق ولا انا مش كاتبها؟ يعني هم اريتابيلتي بيبقى في ارجنسي، اكتبوا ديسيوريا وحاجات زي كده. اوكي في الست دي تلاقي زعلانه جدا من الديسيوريا، وخلي بالك من الارجنسي اللي عندها. وبعدين خلي بالك هيحصل كمان بقى دريبلينج اوف يورين. خباك ان الفيميل دي عندها كام سنه؟ انا بتكلم على واحده عندها 50 سنه. انت عارف يعني ايه فيميل عندها 50 سنه؟ انت ما تعرفش، صغيره لسه دكتور. دي ست صغيره يا رب. ايوه دي ست صغيره لسه، دي مفروض اكسبكتد عمرها يصل الى 70 وتعدي ال 70. الفيميلز كده معمرين، الرجال لا، راجل بيفضى صراحه من القرف الوشك. طبعا انت تشوف الكاركتر، بص على العيله، بص على القرايب، شوف الاولد ايج، هتلاقي الرجال توكلوا والحريم لا عندك حيزبونات قاعدين مش فايد، ويقول ده تعبت في المستقبل وتلف وترجع تاني تخف ترجع فوق. يا بنت اللذينة حتى مش عايزه تفطس من التكلم. مش ملاحظين الحكايه دي؟ دي معروف. فالمهم فطبعا هيبقى فيه في الحكايه دي. فانت هنا بيدوا لوكال استروجين فاجينال كريم. في بقى حاجه في دواء هقوله لكم مين دلوقتي عايز تعرفوه، وانا ان شاء الله هقوله لكم تاني دايبيتس، وهناخده في النيفرولوجي، هناخده في النيورولوجي. اكتب اسم الدواء التجاري بس مبدئيا. الست هنا بقى تدعي لك يا دكتور البقر جاي يا عيني بقى مسك البول بينزل مني يا دكتور. انت عارف كام درس امتى؟ مش 50، ممكن في ناس بعد ال 45 سنه. ده اليول بينزل ريبلين. وفي حاجه تسمعها عنها اسمها ستريس انكونتنس. انا لو كحيت، لو ضحكت، لو عطست تلاقي في بول نزل. وبعدين عندي ايرجنسي. يعني ايه ايرجنسي؟ اول ما احس ان انا عايز اروح جري على طول. ولو ده بي سي مش افيلبل يحصل دريبلين. الكلام ده مش كويس. وبعدين ست كانت صغيره. الاسم العضله بتاعت المثانه ايه؟ دي تروزا ماسل. بص الدواء ده دي ترو سيتول. يا خرابي اكتب جنبه يا خرابي على ده دواء. اكتب كده الست هتدعي لك يا حبيبي يا دكتور. هقول لك كده يا حبيبي يا دكتور والله العظيم دي تروزي دول. يا سلام. طبعا ده بص هتلاقي الاوريجن في طبعا يعني بدايل. البدايل انا حاسس انها بتعمل يعني الكونتيننس احساسك كده. دي تروزي دول 4 مللي جرام. وبص العظمه والجمال يا ولد،
لونج اكتين، واحد في واحد، قرص واحد في اليوم. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ده ايه الدواء ده؟ ده انتي كولينرجي. خلي بالك عشان دي مشكله جامده جدا. طبعا هتقولك الوضوء ومش الوضوء وبتكسف برضه جوزها. معلش الحاجات دي في ناس بتبقى فيري سنسيف في الحاجات دي. يدرس 4 مللي قرص في اليوم يا حاجه. قرص واحد في اليوم. ممكن تاخده في اي وقت، والله الصبح تاخده بالليل تاخده، مش هتفرق كتير. لان خلي بالك ان الست دي بقى كمان عندها مشكله، كل شويه تروح قايمه من عز النوم تخش الحمام، كل شويه تخرج من عز النوم تخش الحمام. الراجل بقى لما هيشتكي الشكاوي دي في الراجل، دي قصه البروستات، دي قصه تانية احنا بقى نتكلم فيها بقى. الراجل ليه موضوع تاني خالص. ايه ليه علاج تاني؟ دينرو زيتون 4 مللي جرام بس. هو العلبه هي بس المشكله، العلبه بحوالي 115 جنيه فيها 14 قرص بس. 14 قرص يعني هي عايزه 230 جنيه في الشهر عشان تجيب البتاع. واخد بالك انت ازاي؟ هما والشركه، شركه بتكال، كانوا عاملين الديتروزيتول ده 2 مللي بس. يعني لما كان في منه 2 مللي كان بتاخد قرص صباحا وقرص مساء، بتاخد واحد في اثنين. فكان بقى الستات صراف جدا. الستات اللي هم بالذات المصريين او الشرقيين يحبوا يخنصروا في الدواء. يعني ايه يوفروا؟ يقول لك بص انا ما عنديش مشكله خالص وانا نايمه بالليل، ببقى عادي خالص، لكن المشكله الصبح، تروح واخد قرص واحد الصبح، فالعلبه تكفي شهر. الشركه عرفت طبعا هذا الموضوع، وبيعملوا سيرفي ولاد لذينه، قال لك القرص 4 مللي وهنعمل قرص ما بيتقسمش. صغير وكومباكت كده. حركات بالتكالي. في شركه تانيه بقى منزله اسم تاني اسمه انكونت. انكونت اسمه كده، بص حد اسمه غبي. انكونت يعني انكونتنس، يعني هو شكله جابت انكونتنس تاني. زي اللي هو الديتروزيتون 2 مللي جرام، نازل 2 مللي جرام واحد. ممكن تجربه برضه يعني، لا ده رخيص. ده يطلع لك حوالي بتاع ايه 50 60 جنيه. لكن ديتروزيتول بقول لك الست حاجه تانية خالص. تعالى بقى لو جيت بصيت في الصفحه اللي بعدها، بص كاتب لك ايه الايفكت اوف هرمون ريبليسمنت ثيرابي. طبعا مكتوب بقى سيمتوماتيك ريليف، بروتكشن اجينست فراكشر عشان اوستيوبوروزيس، الباول مش عارف ايه، بس المشكله الاندوميتريال والكانسر بريست. لكن زي ما انتم شايفين البروجستيرون بيبقى كونجوجيتد. خلي بالك من الهاي انسيدنس اوف دي في تي اند ثرومبو امبوليزم. عشان كده الباتش افضل. انا في رايي برضو لازم ان احنا نعمل بروتكشن لهذه الفيميل من هذا الكلام، يبقى اتليست يعني. يعني حتى معلش سوري ما ينفعش يا اخي، طب ما تديهاش اسبرين يا راجل. يبقى هنا تكتب هنا لازم اسبرين اطفال اتليست. طبعا ده ممكن لوحده لا يكفي احيانا. الهيرشوتيزم بقى هو واحده ست طلع لها دم وشمال، معلش هيقول لها حاجات صغيره بس تجرحك، تجرحك في الامتحان، تعورك يعني. واحده ست مفيش هيرشوتيزم في الراجل يا ابني، يبقى الجاينيكوماستيا للرجال، الهيرشوتيزم في الستات، عشان بس الدنيا تبقى مظبوط. الكوزز بقى طبعا اول حاجه اوفيريان ايديوباسيك هيرشوتيزم. اكتب ده يعني ده الكومونست على فكره. يعني في تلاقي واحده ست كده عندها شعر شويه بيطلع لها، فطبعا دي بقى بيروحوا هم بقى يعملوا بقى ليزر، وما شاء الله دلوقتي الجلديه، خلي بالك خلي بالك من تخصص الجلديه. الجلديه دلوقتي بقت ايه؟ شغل عالي، مش جلد بقى مرهم وبتاع. مرهم مين؟ لا بقى في شغل تاني خالص، ده ليزر بقى والشغل بقى وتفتيح وتغنيه ومش عارف ايه وشغل عالي. وميكانة سنتر، ده بقى سنتر تجميل يا ابني، تخصص. عشان كده برضو تلاقي الاوائل بيجروا عليه، الفيميل يحبوه، الفيميل يبقوا كويسين قوي في الجلديه يا ولاد. اه بالذات ايه؟ بالذات لان المريضه الفيميل من عندها حاجه جلد وحاجات من دي تفضل تروح لطبيبه الجلديه. والستات في الجلد بيبقوا شطار،
خلي بالكم من الكلام اللي انا بقوله، حاجه جامده قوي يعني. طيب الهيرشوتيزم بقى فيه عندنا كمان اوفيريان تيومر، بوليسيستيك اوفري سيندروم، كلنا نسمع عنه طبعا. ما تنساش الادرينال ديسوردر زي كونجينيتال ادرينال هايبركليزيا. في بقى ميديكيشن بتعمل هيرشوتيزم، وكلنا نسمع عن المينوكسيديل. مينوكسيديل ده كان اكتب عليه، هو كان انتي هايبرتنسيف. طبعا عارفين قصته، هبقى انا احكي لكم قصته. مش خدت قصته في الفارما؟ مينوكسيديل ده ايه؟ ارتيريال فازودايليتور، هو اصلا دواء ايه ضغط اساسي. فلقوه بيعمل سايد افكتس فظيعه. ايه السايد افكت الفظيعه دي يا اولاد؟ ان هو بيعمل كثافه شديده في الجروس بتاع الهير. مش جاينيكوماستيا بس، ده بيعمل حاجه اسمها هايبر ترايكوزيس. كلمه هايبر ترايكوزيس يعني شعر كثيف في كل مكان، في كل مكان. لكن هيرشوتيزم الديستريبيوشن دهن وشنب زي الراجل. فطبعا قال لك يبقى ده الدواء ده احنا هنبطله كأنتي هايبرتنسيف، وعملوا منه دلوقتي لوكال سبراي وحاجات بتترش كده، بس تفضل على طول فور لايف. يعني لو انت مثلا عندك تساقط شعر ولا حاجه، او انت متضايق من حاجه زي كده، اهو بتجيبه على طول كل يوم رشه، كل يوم تاخد لك واحده يفضل فيه دايما شعر. طبعا ده بيبقى اهم حقيقه للميل، لان الرجل الحاجات دي ما تفرقش معاه. ايه يعني؟ مش قيمه يعني، لكن في بعض الناس بيبقى عايز. في برضو عندك هنا اللي هو مش مهم بقى انفستيجيشن بتاع كل ده كلام يعني، ايه مش ضروري. حتى في مربع كده لذيذ يقول لك ايه ده مربع، اكتب كده ده كلام ثقافه يعني، ده ثقافه المربع ده، اكتب ثقافي يعني. يقول لك ايه؟ الشعر الذي يعتمد على الاندروجين قوي، سوري، اللي هو بيبقى سبريسد بالاندروجين اللي هو السكاب. يعني دايما انت الشعر بيبقى سبب الصلع في بعض الناس، طبعا هو بيبقى حاجه اندروجين ديفكت. الشعر الذي لا يتاثر بالاندروجين مطلقا هو الاي براو والاي لاشز، مش له خالص بالهرمونات والكلام ده كله. الشعر الذي يعتمد على الادرينال هو البيوبيك والاكزيلري، ويقال بالذات في الفيميل. يعني انت لما تحب تعرف واحد او واحده يعني اكتر الادرينال شغاله ولا لا، بص على الاكزيلري وبص على البيوبيك. الشعر اللي هو بيعتمد برضو شويه على الاندروجين اللي هو بقى ايه، هتلاقي بقى طبعا اللي هو الدقن والشنب وشعر الصدر وشعر الظهر والحاجات دي كلها، دي حاجات خاصه بالرجال. اوكي، دي مش مهمه الحكايه دي، الحته دي كده حته يعني، حته نص كم. ديس اوردر اوف سيكشوال ديفرنشيشن برضه حاجه كده على الماشي. هو اكتب السؤال، سؤال وجواب، وانا هقف هنا على فكره. سؤال وجواب، احنا ان شاء الله يعني اذا اراد ربنا سبحانه وتعالى السبت سوري الحد القادم نكون يعني احنا الاربع هناخد بقى. طب احنا دلوقتي الامتحان بتاع الليفر ده كده مش احنا متفقين على الاربع؟ طيب امال ايه، في امتحان ايه بقى الاربع بتقول؟ راح الساعه 8 الصبح طيب هو احنا عموما الاربع اللي جاي هنخلص، هيبقى معانا اندوكراين وهتجيبه معاكو خلاص بقى عشان نبداوا الجنرال، عشان نبداوا يوم الحد القادم بدون مقاطعه، هتبقى اول حصه كارديولوجي الى اذا اشاء ربنا سبحانه وتعالى، امر الله تعالى. ونتفق بقى مع بعض على الميعاد بتاع مراجعه نص الليفر. ما احنا يا جماعه ايه، لازم نقعد نقلب شويه في القديم عشان ده بيتنسي خالص، خلي بالك. مش كده ليه؟ طيب
هتجيلك يا باشا، كل حاجة هتجيلك، انا هجيب لك الحاجة بنفسي. وبعدين في ناس طبعا انا عارف ان هو انا بس عشان كنت سافرت هجيب شوية ملازم اندوكراين للناس اللي ما معهمش الاندوكراين، انا هجيبها والكارديولوجي هكذا ما تقلقش خالص. نعم يا حبيبي. لا الدايبيتس انا مش هشرحه دلوقتي، مش عايز اشرحه دلوقتي، هنخش على طول على مش احنا قلنا كده ولا انت نسيت؟ قلنا الدايبيتس هنأجله شوية. سواء الدايبيتس حتى كمان بيني وبينك هو مرتبط ببرانشز كثيرة، يعني خلي بالك بقى من السؤال، اكتب سؤال، اكتب عليه كده سؤال هزار، الراجل بيهزر معاه. الهزار ازاي بقى؟ ها؟ لا ما الهزار ده يجي ازاي؟ بص يقول لك ايه، انت بتقول له ايه بقى في اللونج، في ما انت بتمتحن كلينيكال، فانت بتقول له ايه؟ ميل بيشنت 24 مش عارف ييرز اولد، مش كده؟ في الهزار. فتلاقي راجل وقف كده يقول لك ايه؟ انت عرفت ازاي ان هو ميل يا ابني؟ تعرف ان هو هيتكلم في الحته. في ميل بيشنت مش عارف ايه؟ عرفت ازاي ان هي في ميل؟ لا لا فانت لازم بقى تجاوب اجابه سكندري سيكشوال كاركترز. ففي عندنا حاجه اسمها كروموزومال 6، قول له اه يا بيه، يبقى انا بقى ايه، يبقى انت بتسالني في حاجه اسمها دايجنوزيس اوف 6، ده ليه تشخيص، لان في حاجات الحاجات دي كمان بالذات بره مهمه قوي، انك انت تبقى مش عارف ده هو قاعد جنبي ده ذكر ده ولا ايه، انا مش عارف ده ايه بصراحه، مش عارف هو شكله ذكر بصراحة بس مش عارف اعمل كده ليه، ولا انا العكس، انا تتلخبط بقى بصراحة، ولا حاجة عجيبة يا جدع، ايه ده؟ ما خلاص خباك ان احنا في اخر الزمان. جميع العلامات الصغرى ظهرت، وفي ناس قالوا بدأوا يقولوا ان في علامة كبرى بدأت تبان، اللي هو القتل الكثير، بقول لك دي علامه يقال هو لا مش صغرى، في ناس بتقول ان دي كبرى، اللي هو ايه، ان الناس عماله تقعد تقتل في بعضها، الناس بتقتل في بعضها على طول، كله عمال يدبح وتبقى طايفه واحده بيدبحوا بعض، ده موجود. فدي بدات تبقى لا ما تخافش يا دكتور، تعرف يعني ايه يعني اللي هي قربت تقوم، يعني لا مش هتقوم عليكم انتوا لسه بدري، لسه شويه. اذا كان لما جم قال لك اقتربت الساعه وانشق القمر، ده الكلام ده من 1400 سنه، يعني ربنا بيقول لك ايه، خلاص الساعه قربت، عدى الكلام ده 1400، كلمه يعني قربت دي يعني يعني حاجات كبيره، يعني ما تخافش لسه يعني ان شاء الله هتاخدوا بكالوريوس وهتتجوزوا. واحد يقول لك ايه، بس اتجوز بس الاول، بس اتجوز بس يا رب يعني كده يعني، وافرح بعيالي بعد كده بقى تقوم القيامه عليهم هم عليهم وعلى احفادهم من على ابوهم. المهم انا حاجه انانيه بنت كلب، وانا انا كنت مسافر حقيقة، كنت في المؤتمر، كنت فين، كنا بنتكلم في القصه دي، كنا في دبي الحقيقة، المؤتمر كان في دبي، فانت مسافر دبي تعرف ان القيامه قربت تقوم فعلا، اكيد طبعا، التطاول في البنيان، التطاول في البنيان، انك انت بتبني مباني عاليه شاهقه جدا في العلوم بدون داعي، خلي بالك بص كلمه تطاول يعني ايه، بدون داعي، ما انت عندك الارض فاضيه كده ايه، لا هبني هنا وهعمل حاجات طويلة قوي، ده اسمه التطاول في البنيان، هذه من علامات الساعة. ماشي يا عم. فالمهم نرجع بقى للموضوع، هو اللي قاعد جنبي ده ذكر ولا ايه؟ فانا هاجي اقول ايه بقى؟ في كروموزومال 6 يا فندم، انا الحقيقة لما جيت الصبح خدت منه عينة من الطنب وحللت له الكروموزومات. يعني قبل ما سعادتك تيجي يعني، عشان بس انا عارف انك انت بتسال السؤال ده. ده اول حاجه ان انا هضطر اعمل تحليل كروموزوم، فما تنسوش تجيبوا معاكم الايه الموس. اقول بس لازم معايا موس عشان اخد عينه. خلاص؟ جونادل 6 ده بيعتمد على الكروموزوم برضه، وكلمه جونادل مش انك انت هتفحص الجونادز كده، لا ده انا عايز فحص الجونادز
هيبقى بايه كمان؟ بي راديو. راديو امال ايه يعني؟ يقول لك ده انا مش عارفين الكائن ده ايه، يبداوا يدوروا على الجونز فين وسيت سكان ومش عارف ايه، ويعملوا كروموزومات كمان. في بعد كده فينوتيبك. فينوتيبك اللي هو ايه؟ اللي هو الشكل اللي انت بتقول عليه بقى، الشكل الخارجي، الشكل الخارجي. طب انا اسالك سؤال، انتوا مش بتلاحظوا الاساتذه لما تيجي تقول ايه ازري جارد 6 هو ميل او فيميل، فتلاقي الاستاذ يقول لك ايه؟ ما تقولش كده، قول جندر. مش كده؟ يقول لك جندر. الجندر ده هو بقى اللي مهم، هو ده السوشيال سكس. الجندر هو اللي احنا بنعمله كلينيكال. انت فاهم الفكره ازاي؟ الجندر. عشان كده يقول لك ايه، تلاقي في الكتب يقول لك ايه، ما تيجي تاخد هيستوري، انت بتكتب في الهيستوري وفي الاكزامينيشن بتقول لفظ جندر، يبقى انا عرفت ان هو ميل ولا فيميل. ده يا فندم الجندر اللي هو السوشيال سكس، اللي هو الشكل الخارجي بلس ماكسيمم اكسترنال جينيتال. بس ما اقدرش اعرف اكتر من كده. ايه؟ طب انا ممكن انا اشوف انا حد كده الاقيها فيميل، مش هتلاقيها فيميل، ده جندر. اوكي، بس هي ترنر سندروم. ترنر سندروم ده ايه؟ اكس او. ده مش فيميل، ده حاجات من الحاجات التانية، يعني ده كروموزومال 6 مختلف. يبقى انت قول له يا دكتور هو في كروموزومال 6 وفي جونادال 6 وفي حاجات كتير قوي، لكن انا بعتمد على الجندر اللي هو السوشيال 6 اللي هو يعتمد على الاكسترنال فيتشرز والاكسترنال جينيتاليا. يبقى هي دي الايه النقطه. في طبعا سكشوال اورينتيشن، دي قصص بقى اللي هي بقى التانيه، اللي هي بقى الحاجات بقى اللي تسمع عنها بره بقى. يقول لك اصل انا ميل بس انا عايز اتكتب في البطاقه في ميل، وفي حاجه اسمها الاوفيشال 6 هو اصلا كذا، هو ميل بس مكتوب في البطاقه ان هو في ميل وعمل تحويل وحاجات كده وسخه كده بيتكلموا فيها. بس كده. وادي بقى السكشوال ديفرنشيشن، بص ترنر بيبقى ايه؟ اكس واحده، كلاين فلتر دبل اكس واي، ديستيكولار فيمينايزيشن. فاهم ازاي؟ اكس واي عادي بس ايه مشكلته؟ ريزيستنس. يعني هو كاتب لك بعض حاجات كده يعني للعلم بالشيء. يبقى الجزء ده عشان تجيب السؤال انت عرفت ازاي دي ولا لا. يبقى احنا قصتنا